مديرية الصحة على مستوى ولاية تبسة تنظم حملة تلقيح يعني لمختلف شرائح المجتمع على مستوى الصحة العمومية وسط المدينة على مستوى ساحة كارنو ولا ساحة النصر. حنا نقولوا العملية هذه تدخل في إطار إسراع تسريع عملية التلقيح اللي كانت هي تعليمات السيد رئيس الجمهورية وحتى وزير الصحة ووزير الأول، يعني كانوا عطوا تعليمات باش نسرعوا في عملية التلقيح، والحقنا المرحلة وين راح تشمل كل شرائح المجتمع على مستوى الولاية. عرفنا يعني عرفت في الأيام الأخيرة ارتفاع كبير في عدد الإصابات وحالات الاستشفاء ولا حتى حالات الوفيات اللي كانت شهدت ارتفاع العدد، ولذلك فإن احنا على مستوى الولاية خضينا هذا القرار باش نسرعوا من وتيرة التلقيح ونقربوا اللقاح من المواطن من جهة، ومن جهة واحدة أخرى التحسيس بأهمية اللقاح، ويعني حتى نرفعوا اللبس على الناس اللي كانوا يشكوا في اللقاحات والتداعيات تاع اللقاح والأعراض الكذا. يعني اليوم قادر المواطن على المباشر يشوف يسجل ويتلقى الفحص الطبي قبل التلقيح ويتلقح، ويعني راح يتم المعاينة تاعو بعد التلقيح يقعد فيه فترة الملاحظة. والحمد لله راكم تشوفوا يعني منذ الصباح ما كانش حتى أعراض وما كانش فيها حتى، حنا برك نطلب من المواطنين يعني شوية نظام. يعني كان في البداية كنا لقينا صعوبات في الانطلاق العملي، ولكن بعد يعني نشكر مصالح الأمن اللي راهي يعني انتشرت في المكان، ويعني قدرنا وتفهم وحتى المواطنين بدأوا يتفهموا الوضعية. نحن بصدد التلقيح للمواطنين بجميع شرائح المجتمع دون استثناء، مرض مزمن أو مش مسن أو ذاك يعني إنسان سوي. بالنسبة للتلقيح مديرية الصحة ارتأت إلى توسيع الحملة إلى أبعد الحدود وتلقيح جميع المواطنين إن اقتضى الأمر نهارا وليلا. نرجو من المواطنين احترام المواعيد واحترام النصائح والإرشادات المقدمة من طرف الطاقم الطبي. بالنسبة للتلقيح عندنا الأسترازينيكا جرعة جماعية جماعية بالنسبة لذاك يسمى للأشخاص من 50 سنة فما فوق. بالنسبة للتلقيح سينوفارم للذاك لجميع شرائح المجتمع خاصة من 18 سنة إلى غاية 50 سنة. للتلقيح يتم إعطاء توجيهات من طرف الأطباء للملقحين في حالة ما إذا تظهر عليه أعراض حمى أو كذا، يكون الاتصال بالفرقة المتنقلة بمصلحة الوقاية ويتم التكفل بكل حالة ظهرت عليه أعراض. وإلى حد اليوم سواء سابقا أو اليوم لم تظهر أي أعراض على كل الملقحين على مستوى ولاية تبسة، والحمد لله نحن في العدد رمشي يتزايد على مستوى الولاية كل، والتلقيح اليوم على مستوى بلدية الشريعة بئر العاتر العوينات، والعملية سير على أحسن ما يرام. راح قالوا على مستوى الوطن باش يديروا اللقاح، جيتنا والعائلة وباش نديروا فكساء، ونتمنى لكل مخلوق يجي يدير فكساء، وإن شاء الله نتمنى يتنعى علينا الوباء هذا، وربي يجازيكم وشكرا شكرا جزيلا. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.